علاش وكيفاش المحكمة غتبينوا في الحكم؟ لما ناخذوا الحكم غادي نشوفوا التعليق عليه امام الدرجة الاستئنافية، وكيبقى قرار يجب ان يحترم وان هو من الناحية الانسانية كان صادما لنا. وكل الاجراءات اللي كينص عليها القانون غادي نديروها. ممكن نعم غنستنى في القرار، غنتقدم قرار جديد لان تخلى على الموكلات ديالنا. انا مؤمنين بالبراءه ديالهم، لا بالنسبه للسيده ليلى ولا كريمه، مؤمنين بالبراءه ديالها، وكنعتبروا هذا واحد السيناريو تركب لكون ان الموكله ديالتنا طالبات بالنسب، والمراكز الاجتماعيه ما كتوظفش في مثل هذه المسائل الاجتماعيه والانسانيه. انا كنتمنى الحكماء اللي في هذا الملف واللي يحركوا هذا الملف يستحضروا العقل ويستحضروا المساله الانسانيه كبار من اي شيء، لانه غادي يجي واحد الزمان وديك البنيته غتكبر وغتحس بزاف الناس. فلذلك اتمنى ان الحكمه تحضر عند الجميع. شكرا. قرار رفض السراح المؤقت نعتبره قرار غير مؤسس، لا على صحيح من الواقع لا من القانون. الضحيه اللي كنوبوا عليها او المتهمه كتوفر فيها جميع ضمانات الحضور وملف او ملف الشكايه وملف مفبرك ومطبوخ من طرف المشتكين اللي سدوا على هذه المرأة الضعيفة، المرأة اللي لجأت للقضاء الأسري كطالب بإثبات النسب، فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي. هذا الملف الجنائي ما كانش خصو يكون، نحن أمام علاقة زوجية، لا وجود لخيانة زوجية، لا وجود لابتزاز، يعني وكأنهم يريدون إيصال رسالة، من يطالب بإثبات النسب يجب أن يذهب إلى السجن، وهذا عار. رسالتنا نعم للدفاع عن حرية، نعم لإحقاق الحق والعدالة. وقرار السراح المؤقت شكل صدمة كبيرة لنا، لم يكن متوقع، وحنا ما كان لا نستصيغوه وسنسلك طرق الطعن في السينة في الأمر. هو الأمر شكل صدمة ماشي ليا، شكل صدمة لكل المتتبعين، على اعتبار أنه البلاد المحاماة لها رمزيتها ولها سيادتها ولها، وكان شي كيمس بالاعراف والتقاليد والاخلاق، ما يمكنش نقول اكثر من هكا. والامر يتوقف، الامر عرض سيعرض على المجلس الهيئه ولا يتخذ ديال هيئه المحامي البيضاء هو اللي غيتخذ القرار المناسب. حنا بالنسبه لنا عندنا ملف جنائي غير مؤسس، وكنطالبوا العداله انها تراعي التطبيق السليم للقانون ويتم انصاف الضحيه الان اصبحت قضيه راي عام، قضيه ظلم، قضيه حقره، يعني الامر يتجاوز ليلى، أمر يتعلق بالشطط في استعمال السلطة، المشتكي ولا كيدخل رفيقه للسجن، هادشي غير مقبول. أنا الأخت ديالها واليوم ترفض السراح مؤقت، ما عرفتش علاش بالضبط. باغ كونتخ ما كاينش شي حاجة كونتخ أختي، كلشي مع أختي، الحق مع أختي. ما فهمتش، ما فريمون ما فهمتش، ديزولي. والرضيع ديالها في الحالة ديالها؟ الرضيع ديالها شنو غادي يكون؟ عيطت لي سمحك تقول لي شنو واقع ليه بزازل، البنت مازالها براسها صغيرة. قالت لي تفرقعوا لي بزازل يكونوا بالحليب، من بعد ما بقاش كيسال لي الحليب مزازلة. علاه وديت هذا البروبليم هذا؟ علاش زعما شنو هو الظلم وهاد الحقرة؟
وبالنسبه للمحامي دابا الحاله ديالو فين المحامي اللي عنده معاه المشكل؟ ما نقدرش نقول لك، ما شفتي معنا، ما كاين لا هو ولا مراته، ما غاديش نقدر نقول لك شنو هو فين. ما عرفتوش الحاله هو فين كاين؟ لا ما عرفناش هو فين كاين، وانا غنمر خصو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.